الطريقة هذه شوفوا ما شاء الله العجين كيفاش كيولي مطاطي وكيولي بحال الحرير يعني، وكله فقاعات بحال دلكتوه وعاودتو. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيكون يعني. هاد الحيلة هذه كتغنيك على الدليك وعلى التعب. مباشرة غادي ندوزو باش نقطعوهم كويرات على هاد الشكل هذا. وكيف ما قلت لكم انا خرجت ليا 8 ديال الخبيزات اللي هما كبار يعني، ماشي شي حاجه صغيره. ممكن الا صغرتوهم تخرجوا حتى 10 او 12 خبيزه. وشوفوا ما شاء الله العجين كيفاش كيكون ناجح وكله فقاعات بدون مجهود وبدون تعب. كيف الحرير ما شاء الله ناجح 100%. اعتمدوا هذه الطريقه هذه حتى في الملاوي وفي المخمار راه كيجي بحال الحرير. غادي ناخذوا الخبيزه الاولى. غادي نحلوها قليلا غير باش نعمروها يعني، نديرو في وسطها الحشوه. وغادي نضيفو كميه في الوسط. انا هنا درت تقريبا 2 معلقات كبار. وغنبداو نجمعوا ليها الجوانب على هذا الشكل هذا يعني، نجمعوا غير هذوك الجنيبات ونحاولوا نلصقوهم مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا بطريقه سهله جدا جدا. وكونوا اكيدين بلي ما كيتحلوش وما كيتقطعوش نهائيا كيف ما كتشوفوا. غادي نحطوها على جنب وندوزو باش نوجدو الثانيه اللي حتى هي غنبسطوها قليلا فقط. وحنا كنرشوا الفينو باش ما يلتصقش لينا العجين لحقاش مرخوف ورائع جدا جدا. غادي نحط كميه من الحشوه ونجمع العجين على هذا الشكل هذا يعني، كنجمعوا ليها الفويم ديالها هكا بطريقه ولا اسهل صافي. وكنبسطوها واحد شويه ونخليوها على جانب حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا.
وهنا من بعد ما كملت التعمار ديال الخبيزات كاملين غنبداو باللولة وغنبداو نبسطو فيها هكا، وحنا كنرشو الفينو. وبالنسبة للتقراص ديالها يعني كنقرصوها رقيقة جدا جدا باش تجينا خاوية من الوسط وتنفخ معنا حتى في الطياب. كيف ما كتشوفوا السمك ديالها كيكون رقيق على هذا الشكل هذا، غادي نحطوها على جنب وغنستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل الخبيزات كاملين اللي عندي. ومن بعد غادي نديرهم في شي منديل نغطيو عليهم ونخليوهم يختمروا. المدة كتبقى على حساب الحرارة ديال الجو، بالنسبة لي أنا خداو لي 20 دقيقة. ومباشرة غندير المقلة ديالي تقيلة أو الفراح يسخن. من بعد ما كيسخن مزيان مزيان على نار تكون متوسطة ما نمهلوش عليه، غادي نديرو خويط ديال الزيت وغادي نرميو الخبيزة ديالنا. من بعد ما كنحسو بها تشدات من التحت كنقلبوها على الوجه الثاني وكنبقاو نحركو فيها على هذا الشكل هذا. راها مباشره ما كنقلبوها كتبدا تنفخ معنا كيف ما كتشوفوا، ناجح 100%. كنتمنى تجربوه، اكيد اكيد غتعتمدوا هذه الطريقه هذه وغادي ينال الاعجاب ديالكم. صافي غادي نبقاو نقلبوها على هذه الناحيه وعلى الناحيه الاخرى حتى يتحمر معنا ويتقاد في الطيبه ديالو بطريقه سهله وبسيطه وناجحه اكيد. هنا غادي نرمي البطبوطه الثانيه وشوفوا ما شاء الله كيفاش كيكون، يعني كله فقاعات حتى من الجوانب. بالنسبه للزيت راه كنديرو غير فاش كنرميوه الرميه الاولى صافي، وما كنبقاوش نديرو ليه الزيت نهائيا. صافي كنبقاو نحسو به تشد من هاد الجهه كنقلبوه على الجهه الاخرى. صافي راه كيبان لينا كيتم طالع ومنفوخ ومفرق من الداخل كيف ما كتشوفوا. غنستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل البطبيطات كاملين او الخبيزه ديال الشحمه كاملين ونرجع معاكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال خبيزات الشحمه او بطبوط الشحمه او المخيمرات معمرين كيف ما كتشوفوا، كيجيو رائعين جدا جدا. كنتمنى انكم تجربوا طريقتي واكيد اكيد غتنال الاعجاب ديالكم. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي رقيق ومفرق ومعمر من الداخل، الحشوه ديالو رائعه وغزاله بزاف بزاف، كيجي مفشفش كيدوب في الفم. كنتمنى هاد لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم خليو لي عليه لايك، قولوها لي في التعاليق وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وكنقول الناس جداد لاول مره كيشاهدوا القناه مرحبا بكم والف الف مرحبا، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليت لكم راحه الله وبسلام عليكم.